يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأغراض والملابس المستعملة التي توضع بجوار السكن في صناديق، قلتم في درس سابق إنه لا يجوز الأخذ منها إلا بإذن القائم عليها. نعم. السؤال، تقول هذه المرأة قد أخذت بعض الأغراض والملابس واستخدمتها، فهل يلزمني ردها علما بأنني قد تبت عن ذلك؟ لا، تستأذن، تخبر القائم عليها، تخبره بأنها محتاجة وأنها أخذتها، تطلب منه المسامحة. نعم.